كثير من الأشخاص بيعانوا من الألم والاكتئاب والضغط النفسي، وهذا ناتج عن الممارسات اليومية اللي هم بيعيشوها في حياتهم اليومية. وخلينا نحكي أنه الدراسات أثبتت أيضاً أن 80% من هؤلاء الأشخاص أيضاً يعانون من الضغط النفسي وفقدان الشغف، وهذا ناتج عن عدم التوازن بين مجالات الحياة المختلفة. وخلينا نوضح بمثال عملي على قصتي الشخصية اللي كنت أنا بعيشها بنفسي في أيام الجامعة. فعندما كنت أدرس الجامعة كنت أعاني كثير من المشاكل اليومية اللي أنا دائماً بحرص على رضاء مثلاً زملائي، أساتذتي، مشرفية في العمل، وهذا للأسف يعني سبب لي إزعاج كبير إنه أنا كانت أيضاً ذاتي غائبة عن الوجود. ليش؟ لأني كنت حريص على رضاء الآخرين ودائماً إني بحاول أكسب رضاهم وبمشي على حسب أهوائهم وآرائهم، بالتالي هذا سبب لي اكتئاب وألم نفسي كبير لأني أنا كنت دائماً حريص على إرضائهم في الدرجة الأولى. وخلينا أكمل قصتي معاك بعد تخرجي من الجامعة. كنت طبعا غير مهتم في تطوير مهاراتي للأسف، وهذا طبعا أفقدني جزء كبير من الارتقاء في السلم الوظيفي الخاص يعني بالوظيفة، بالإضافة أيضا عدم الاهتمام في المجال الروحي، المجال العقلي، أو حتى تغذية الجسد هذا البدن بالصحة والعافية الرائعة، أو حتى ممارسة الرياضة. يعني كانت المجالات هذه طبعا مفقودة وغير متزنة لدي. طبعا هذا زاد من الألم والمعاناة وحدة الاكتئاب النفسي. وخلينا أحكي لك أيضا كان عندي تبذير كبير في المال، ما كانت عندي سياسة يعني لترشيد الأموال والنفقات، وهذا أيضا خلاني أعيش في بعض الديون وبعض الترهل الاقتصادي للأسف، واللي سبب لي أيضا ضغط نفسي واكتئاب ومزيد من الحزن، وهذا أثر علي وعلى حياتي وعلى أسرتي بشكل كبير. وللأسف هذا أيضا زاد معاناتي أني أنا كنت أقضي دائما أوقات كبيرة جدا وأضيع جهود وأموال على أشياء ليست ذات قيمة. وخلينا أحكي لك حتى يعني مجال العلاقات الداخلية والخارجية أيضا ما كنت أهتم في مثلا أسرتي أو أصدقائي وزملائي وتحسين العلاقة معهم، هذا أيضا أثر علي بشكل كبير وعلى مشاعري وسلوكياتي والنتائج اللي أنا دائما بحاول أطمح أني أحققها. وأدركت بالفعل أن هناك فجوة كبيرة في حياتي وأن هناك خلل كبير لازم أنا أقوم بإصلاحه. وبالفعل بعد ذلك يعني كنت شغوف في تطوير ذاتي وتنميتها ومحاولة إيجاد التوازن بين مجالات الذات المختلفة، فبدأت أقرأ، بدأت أطلع، بدأت أستمع، بدأت أقرأ وأكتب أيضا، ودائما أعرف سير وقصص الناجحين كيف نجحوا في حياتهم. وبدأت دائما تكون إلى علاقات مع الناس اللي هم يعني أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة في المجتمع، سواء يعني أصدقائي زملائي أو أساتذتي. بدأت الحمد لله يعني أطور في هذه الذات يعني step by step، وأحاول أني دائما أقتني وأتعرف على المهارات الرائعة اللي بتضيف إلي خبرة ودائما ثقة بذاتي. والحمد لله أدرك أنه بالفعل التوازن في مجالات الذات المختلفة ومجالات الحياة دائما هو اللي بيعطيك شعور بالسعادة والإنجاز والإنتاجية، وبخلي عندك سلام وسكينة أيضا ما بعدها سكينة. وعشان هيك أنا بقدم لك اليوم تجربتي الشخصية في كورس الزيتون الأصفر الطرق لتطوير ذاتك، وبحكي لك إنه هذا الكورس هو عبارة عن خلاصة التقنيات والتجارب والطرق اللي أنا طبعاً مريت فيها خلال 20 عام الماضية. وبحكي لك إنه هذا الكورس بتكون من 3 أجزاء رئيسية اللي حنشتغل عليها بإذن الله تعالى في هذا الكورس. الجزء الأول حيكون فيه هو تحديد الوضع الحالي، 2 تحديد منطقة الفجوة القائمة، 3 الوصول إلى المنطقة المرغوبة. وخلينا أحكي لك فكرة هذا الكورس بتعتمد على الانتقال من المنطقة الحالية أو المنطقة اللي أنت موجود فيها إلى المنطقة المرغوبة، وذلك طبعا من خلال تطبيق 3 قوانين أنا عمدت إلى إيرادها وتفصيلها في هذا الكورس، وهي قوانين رائعة وجميلة طبقتها في حياتي. أولا قانون الدقيقتين، 2 قانون التحسين العام 1%، 3 هو أيضا خطوة الكازن البسيطة. وبالفعل من خلال تطبيق هذا النموذج الثلاثي تغيرت حياتي والحمد لله بشكل كبير. طبعا لأنك بتهمني وحابب أنه أنا أفيدك بشكل استثنائي، أنا أضفت لك 3 حلقات أيضا مجانية بونس هذه على الكورس. هذه الطرق طبعا حصلتك في تطوير المجال المالي. طبعا الحلقة الأولى هي بتحتوي على طرق اكتساب المال عبر الإنترنت، الحلقة الثانية هي أهم المهارات اللي أنت لازم تتقنها للعام 2023، والحلقة الثالثة كانت هي عبارة عن تجربتي الشخصية في التوكيدات الذاتية والإيجابية اللي أنا دائما بمارسها في حياتي اليومية.
واللي أضافت إلي نقلة نوعية في حياتي بشكل كبير. عشان هيك أنا بحكي لك أنه لازم أنت اليوم تقتني هذا الكورس الزيتونة أسهل الطرق لتطوير ذاتك، لأنه إن شاء الله حيكون هو نقلة نوعية في حياتك، وأنا بوعدك بهذا الكلام. وخليني أذكرك بميزة رائعة لهذا الكورس، أنه أنا أرفقت لك 8 تمارين عملية، هذه حتساعدك بشكل كبير على تطبيق ما تشاهده في هذه الحلقات، بالإضافة إلى مجموعة الفيسبوك المخصصة للنقاشات والأسئلة وإثارة أيضا التغييرات اللي حصلت معك كمشارك ومشتري ومقتني لهذا الكورس. إن شاء الله بتشاركني بالتغيير المشهود اللي أنت دائما تتبناه. وأخيراً بحكي لك احرص على اقتناء كورس الزيتونة أسهل الطرق لتطوير ذاتك بخصم رائع يصل ل 50% لأول 100 مشترك. وبحكي لك هناك ميزة إضافية لهذا الكورس، أني أنا حكون معاك بشكل شخصي في هذا الكورس لمدة نصف ساعة تقريباً لمناقشة الصعوبات والتحديات اللي هي بتواجهك أثناء تطبيق تقنيات وطرق هذا الكورس. وبحكي لك حكون دائماً أيضاً على مجموعة الفيس الجروب الخاصة بهذا الكورس. لذلك بحكي لك في النهاية أنا أنتظرك هناك، أنتظرك لنرتقي بذواتنا، أنتظرك لتشاركني رحلة، فهيا بنا نحو القمة.